شكرا جزيلا ستيسي. صباح الخير، مساء الخير، مساء وشكرا لكم لحضوركم. هذه أهميات استراتيجية في الممارسات الجيدة والفرص والتحديات والدروس التي تعلمت. بول وريم، الكلمة لكم الآن. شكرا جزيلا. صباح الخير جميعا. هذه ريم المصري، أنا موجودة في الأردن وأنا منسقة لورد فيجن استجابة سوريا. في هذا العرض في البداية أعطيكم نبذة عن وورلد فيجن استجابة سوريا. استجابة هذه تعمل في الأردن وسوريا وتركيا منذ 2011. نحن نطبق مشاريع مختلفة وأقطاع مختلفة، تعليم، إنقاذ حياة وحماية وتطبيق هذه الأمور تتضمن المدنية والريفية وبما فيها المجتمعات الصحية. ونحن نؤكد بأن هناك نتأكد من أن مستوى مناسب من المناسب من العاملين والمنظمات لنتأكد من أن يكون هناك فهم جيد للمساءلة. لقياس هذه الأمور لدينا تأثير نتأكد من فترة التصميم إلى نهاية المشروع، أن يكون هناك مراقبة. عندما نتحدث عن تنمية المساءلة نتحدث عن استماع إلى المستفيدين من الأصوات، خصوصاً الأطفال، لكي يكون لديهم نظام إدماج ويكون هناك نظام تأخذ مكانها لكي يكون هناك مساءلة مناسبة للجميع. نحن نوصل أصوات الأطفال إلى الإدارة لكي نستطيع أن نبني مساءلة شاملة ونظم خاصة بها. فعرضي فقيامنا بهذا العرض اليوم سنشارك خبراتنا بما يخص بالاستماع إلى أصوات الأطفال في World Vision Syria، وسنتضمن المواضيع التالية في هذه العرض: الممارسات الجيدة والفرص والتحديات والدروس التي تم تعلمها. نعم، دعوني أبدأ في الممارسات الجيدة. أول ممارسة جيدة هي المساءلة المجهزة، أدوات تقييم المساءلة المجهزة يتم تطويرها من قبل World Vision Global Center، ونحن نقوم بتنسيقها لكي تكون مناسبة في سياق الأطفال ومناسبة لهم، ونستخدم اختباراً أدوات لاستشارة الأطفال ولنتأكد من أن نحن نستمع إلى أصواتهم وبأننا نستشيرهم بما يخص المساءلة وكيف يمكن أن يفضلوا أن يستلموا المعلومات، كيف يفضل أن يوفروا استجاباتهم، وكيف يحب أن يتم استشارتهم ومشاركتهم في المشروع. الثاني، الممارسة الثانية هي آلية المساءلة المجهزة للأطفال، وهي تعتمد على تفضيل الأطفال، ونأخذهم آليات المساءلة، نتأكد أن هذه الآليات يمكن الوصول إليها وآمنة وصديقة وملائمة. والثالثة اللي هي بناء القدرات للعاملين الداخلين أو الخارجين، نتأكد من يكون لدينا مساءلة، نظام مساءلة مناسب في المكان، ويكون مشاركا أيضا مع الشركاء و بخلال توفير تدريب للعاملين الداخلين أو الخارجين. والأخيرة والتي هي للدعوة إلى المساءلة واستلام الدعوات الدعم من المستويات العالية، وهذه
نتأكد من أن نضع الأولوية للمساءلة وأنهم يدعمون هذه المساءلة لإغلاق أي فجوات في الحالات، ونتأكد من أن الجميع تم إدماجهم في هذا البرامج. ننتقل إلى الشريحة التالية. لدينا الآن أفضل ممارسات في الواقع. أحب أن أشارككم هذه القصص في World Vision Syria Response في الأردن والثانية في سوريا. الأولى هي حول حماية الطفل في مشروع الطوارئ في الأردن. تحت هذا المشروع قمنا بتقييم المساءلة للأطفال من مختلف الأعمار ومختلف الأجناس، وكما ترون فهذه أداة التي هي تكون ملائمة للأطفال وهي أداة مناسبة. وخلال هذه التقييم نطلب من الأطفال ونستشيرهم بما يخصه كيف يحبوا أن يستلموا المعلومات حول World Vision، المشاريع، طريقة الاختيار والاستجابات المناسبة وآليات التعاون، وكيف يمكن أن يحبوا أن يظهروا أصواتهم، وكيف نوفروا استجاباتهم وشكاويهم، سواء كانت استجابات إيجابية أو سلبية، ونسألهم كيف يمكن أن يفضلوا أن يتم استشارتهم تحتها، وكيف يمكن أن يحبوا أن يشاركوا بها. واعتمادا على هذا التقييم وجدنا بأن وقمنا بالتعديلات، وعلى مستوى توفير المعلومات بدأنا بتوزيع المعلومات حسب طلبهم، وعلى مستوى الاستجابات وتعقيد المعلومات، وقرروا بأن يقوموا بتصميم هذه تكون أكثر ملائمة لهم، وأن يتم استشارتهم بشكل أكبر، وأن يتم دعمهم بشكل واضح. القضية الثانية كانت مشروع حماية الطفل في شمال غرب سوريا، يريدوا أن يكون هناك إعطائهم أعطوا استجاباتهم وفي اختيارهم للاختيار، وقد تم القيام بأن نضمن الصفات الأمور التي طلبها الأطفال بنهج الخيار، وأنا سعيدة بمشاركة هذه أفضل الممارسات معكم. الشريحة التالية. حسناً، نتحدث على رغبة المشركاء لتقوية تحسين مستوى نظم المساءلة. على هذا المستوى فنقوم بتقييم المساءلة مع الشركاء، واعتماداً على التقييم وإيجاداتها وضعنا مساءلات مهيئة على نقاط القوة والضعف، وتعتمد على تكون ملائمة لأكثر ملائمة للأطفال قدر الإمكان، وأن تكون هناك استخدام مناسب للأطفال. ونوفر أيضا فريق لضمان بأننا نشارك في قسم مرحلة التصميم، ونتضمن المجتمعات الموجهة ومركزين على الأطفال، بما أننا نحن World Vision مركزين على الأطفال، وأريد أيضا رغبتهم في مشاركة المعلومات المشاركة وأفضل الممارسات والدروس التي تم تعلمها.
الفريق ينضم إلى اجتماعات الداخلية أو الخارجية ويتحدثون عن خبراتهم، وكانوا دائما سعداء بمشاركة أدواتهم وإرشاداتهم التي عملوا عليها. آخر واحدة وهي منصة لمشاركة خبرات World Vision استجابة سوريا للشركاء، فالاستجابة تطبق المسألة في 3 دول كما ذكرت، في الأردن وسوريا وتركيا، وكل بلد لديها ثقافة مختلفة، ظروف مختلفة، شركاء مختلفين، فدائما يتأكد من أن يكون هناك نتأقلم ونتكيف ضمن السياق ونعدل نظم المساءلة معتمدا على الحاجات وعلى الشركاء وقدراتهم، ونركز أيضا على قيام بميزانية للشركاء لبناء قدراتهم، ونشجعهم على نظم مرنة مع الأطفال ومع الكبار. آخر ملحوظة التي لدينا، الأدوات التي نستخدمها لدينا نظام مراقبة، موضوع لنتأكد من أننا على الطريق الصحيح، وبأننا مع خاصة مع المستفيدين خصوصا الأطفال، فنوفر أسئلة استبيانات لنتأكد من أن نظمنا للمساءلة تسير صح ضمن السياق الصحيح، وأي شيء نحاول أن نحسن من نظمنا. وأيضا لدينا مؤشرات في هذا، نتأكد من أننا على الطريق الصحيح، و وهذه المحدد أنه نعبئها على مستوى شهري. هذا بالنسبة لي لهذه النقط. والآن ننتقل إلى التحديات. شكرا جزيلا ريم. آخر ملحوظة لهذه للتوصيات وما استطعنا أن نحن مركزين على الأطفال. العام الأول هو محدودية الميزانية، وذلك بخصوص هذه المنظمة. عادة لدينا أولويات، وذلك حسب ما هو مخطط له، وهذه التحدي الذي يأتينا التي نواجهها الذي نحاول أن نقوم به معالجة هذه الأمور، وذلك بالدفاع عن المسؤولية وتحميل الآخرين لمسؤوليتهم، وذلك عن طريق العمليات والبرامج. وأنا سعيد أن هناك تقدم بخصوص هذه المسائل، هو نوفر بعض الأموال لتدعيمها. التحدي الثاني هو عملية المحاسبة. هناك العديد من المنظمات بما في ذلك منظمتنا أين المسؤولية ليست في أعلى الهرم، وهذه المسائل نعمل عليها منذ وقت، وذلك عن طريق
مجموعة من المقاربات، والأولى هي فريق للدفاع في قسم عن طريق فورم، وذلك لمناقشة عملية المحاسبة والمسؤولية. وهناك تحديات عديدة، أين لا هذه المنظمات تركز كثيرا عن المحاسبة. الذي نقوم به هو النقاش معهم لإقناعهم، وذلك لزيادة التدريب وتدريب مضاعف. وهذه هي المقاربة التي نستعملها، وذلك بتبادل المعلومات والتجارب الناجحة بالنسبة لبرامجنا بخصوص المسؤولية داخل المنظمة. وكذلك طلبنا أن يتم عرض شامل لمسألة المسؤولية في خلال الاجتماعات، وذلك برفع الوعي في المنظمات التي تحيط بنا مسألة المسؤولية والقيام بتقدم، لكن أمامنا الكثير قيام به. هذه هي التحدي الآخر، هو تفعيل المسؤولية من خلال دون زيادة العبء عليهم، خاصة بسبب نقوم بتنفيذ 7% من برامجنا عن طريق شركائنا، وهذا مهم جدا. هم يقدرون جدا مسألة المحاسبة، ويجب أن نكون مصرين على تفعيل المحاسبة، وخاصة في مجالات فيها أطفال. العملية معقدة، الذين نحاول أن نقوم به هو أن نضع آلية، وذلك للتعرف على الفجوات حيث نستطيع أن نساندهم عن طريق فرقنا، خاصة الإدارة العليا. التحدي الآخر هو عدم وصولنا إلى بعض المناطق، وخاصة في شمال سوريا. في بعض الأحيان لدينا مشاكل في الوصول إلى بعض المستفيدين، وذلك بسبب المخاطر الأمنية. هذا يعني أن المستفيدين الذين هم في تلك المواقع لا يستطيعون الحصول على الخدمات، وذلك بخصوص المحاسبة. وفي هذا الإطار يقوم الفريق العامل في سوريا في بعض الأحيان يستطيعون أن يصلوا إلى المستفيدين، ذلك المشكلة هي النقص في القدرات لتفعيل المحاسبة، ليس لدينا الآليات الكافية. المحاسبة هو مفهوم عام يجب على المنظمات أن تقوم به، وخاصة
المنظمات الدولية المحلية. لو قلنا هذا المفهوم هو مفهوم جديد، ماذا عن الآلية؟ يجب أن يكون لدينا مهارات أكثر والتزام أكثر، نستعمل نفس المقاربة، وذلك عن طريق المهارات والتجارب وزيادة القدرات. هذه هي التحديات التي تواجهنا، كيف نقوم بإدارة هذا الأمر. لنمر إلى الشريحة الموالية. Next slide, please. الشريحة الموالية. الذي تحدثنا عليه الآن بالنسبة للتحديات، الآن نتحدث عن التوصية. التوصية الأولى هي إعطاء الميزانية الكافية بالنسبة لعملية المحاسبة. التوصية الموالية هو التعرف على مقدرات الشركاء ونقاط القوة والفجوات التي لديهم، وذلك بوضع خطة وتنفيذ تلك الخطة. طبعاً سيكون هناك تدريب مستمر بخصوص المسؤولية. نريد أن نزيد من هذا المفهوم ونريد أن ننفذه، وخاصة استجابة سوريا. طبعاً نحصل على الملاحظات. المشكلة هو أن هذه المفهوم غير مفعل. أن نحتاج إلى التعاون بين كل الأطراف. نريد أن نتحدث عن الأشياء التي نريد أن نحسنها. هناك أشياء كثيرة نريد أن نطورها. الأولى هي الأولوية للمانحين ومساعدة الأطفال، مشاركة الأطفال. نريد أن الأطفال يشاركون. نريد أن نفعل أكثر بالنسبة لتجاربنا. لما نحصل على ملاحظات بخصوص الميزانية، لا نحصل على ملاحظات بخصوص المحاسبة. وأخيرا نريد أن نزيد من التعاون مع كل هذه المنظمات والمنظمات الوطنية في جميع المجالات، وذلك لزيادة وتقوية المحاسبة في جميع المجالات. كلنا جميعا سواء كان المنظمات أو الحكومة، نريد أن نزيد من نفوذ المحاسبة. شكرا جزيلا. شكرا بول. فعلا العرض شامل والرسالة واضحة بخصوص المحاسبة، ونستطيع أن نغطي أكثر من ذلك في بقية العروض. والآن سنمر المتحدثة الثانية سيدة أمل بخصوص
القرارات والمحاسبة في شمال غرب سوريا. طبعا تمت تغطية بعض النقاط. أنا علاء مغربية وأعمل في للأسف لم أستطع أن ألتحق. أريد أن أشارك معكم بهذا العرض. ما هي الفرص التي تم تنفيذها في المدارس في شمال غرب سوريا؟ أريد أن أعلق على بعض العناصر الهامة بالنسبة للمحاسبة. نريد كذلك أن نطلع أكثر بالنسبة لنظام الرعاية. البرنامج شامل وأريد كيف نريد أن نعرف كيف هذه الآلية تفيد الأطفال وكيف يتم تنفيذ البرنامج في منطقة نزاعات. صديقي قدم بعض النقاط. ماذا يحدث في شمال سوريا؟ أريد أن أتعلم من تجاربكم في المدارس. لو يستطيعوا أن يشاركونا في كلمة ما هي الأشياء المهمة بالنسبة للحماية في المدارس. نستطيع أن نشارك الشاشة ونأخذ النقاط. نتحدث عن أنظمة محاسبة وحماية في المدارس. نستطيع أن نتبادلها فيما بيننا. لدينا بعض الإجابات السرية المحاسبة وذلك بتنفيذها أن الحماية تكون تتم معالجتها في الوقت المناسب وبشكل فعال وذلك في سبيل حماية الأطفال. وهذا طبعا الموضوع الرئيس بالنسبة لعملنا. أستطيع أن أعرض عليكم ما الذي قمنا به في ظروفنا في سوريا وذلك عن طريق مشاركة الأطفال. نحن في منطقة خارج سيطرة النظام والسياسات وسياسات الحماية في هذه المناطق هي طبعاً وضعية حرجة جداً في هذه. حماية الأطفال هو مبدأ جديد في هذه المناطق وتعمل عليه المنظمات الغير حكومية وتدعم أكثر في 2016. هو ليس فقط في البيوت وأيضاً في المدارس
طبعا زادت التحديات في حل هذه المشكلة، والأطفال يخضعون لأعمال عنف أحيانا. لما نتحدث عن مشاركة الأطفال، هذا في شمال غرب سوريا لدينا مديرية التعليم لكنها غير معترف بها لدى المجتمع الدولي، ولا يسيطرون على المدارس والطريقة التي تعمل بها. أريد أن أركز أكثر على المقاربة التي نستعملها، وذلك في تطبيق هذا المفهوم. التدخل في المدارس السورية، ذلك عن طريق استراتيجية لجعل الأطفال يشاركون، جعل الأطفال وأوليائهم يشاركون عن طريق المراقبة ونظام حماية. نضع ملصقات، وذلك بخصوص آليات التعليم، ولدينا مجموعات نقاش، ونرفض هذا غير مقبول من قبل المدرسين ومن قبل المدرسة، وعلينا أن نقوم بالتبليغ عن هذه الحوادث. جهودنا تتركز على تشريك الأطفال. أنا أن حدد بعض الأطفال يمثلون زملائهم، وذلك من الجنسين، أولاد وبنات، ونشجع المجتمع على المشاركة بين هؤلاء الأطفال، وذلك لنصل إلى التوازن الصحيح بقدر الإمكان. لدينا كذلك تواصل مع الأولياء، والعمل معهم، وضمن الحفاظ على سلامة الأطفال عن طريق هذه الآلية. نطلب من الأطفال، نسأل الأطفال هل هذا النظام يشتغل جيدا وكيف يشتغل، هو ما هي الطريقة التي نستطيع أن ننفذ بها ذلك، ونقوم دائما بتطوير هذه الوسائل، ونحاول أن نتغلب على التحديات. على سبيل المثال، كان لدينا بعض المشاكل بالنسبة لجنس الإناث في تعليمهم، ونعتبر ذلك نعتبر هذه التحديات، ونقوم بمقاربة للتغلب عليها. هناك بعض الحوادث التي حصلت، ولما يتخلف الأطفال في التحصيل العلمي، لما يتخلف الأولاد في التحصيل العلمي، نقوم بتحسين المناخ الذي يعملون فيه. النقطة التي تليها،
العنف يقع بين الشباب يوميا. يجب أن نجد أناس يقومون بالتعامل مع هذه الوضعيات، وذلك عن طريق تدريبهم. كيف نستطيع أن نتعامل مع الأطفال الذين يخضعون إلى الاكتئاب، وذلك عن طريق التوصية لأن يلتحقوا بنظامنا، وتدخلنا يكون عادة في قلب الحدث مع الأطفال، وذلك عن طريق المداخلات. إذن الأطفال هم الجزء الرئيسي من تحديد هذا البرنامج، وذلك عن طريق دعمهم. أقوم بمساندة البرنامج أصدقائي، العمل مع الأطفال والمدرسين والموظفين في المدارس، وذلك عن طريق مشاركة الأطفال الممثلي. هؤلاء الأطفال يمثلون صوتهم داخل المدرسة. بطبيعة الحال الأطفال يشاركون داخل المدرسة، يتحدثون إلى موظفي المدرسة عن مشاغلهم بطريقة بالطريقة التي يعبر بها الأطفال عن مشاكلهم. لو نمر إلى الشريحة الموالية، أريد أن أسمع منكم التحديات التي تواجهونها عند تنفيذ هذا النظام. أي نريد أن نتعرف على التحديات والحواجز، كي نتعرف عليها داخل سياقنا. هل بإمكانكم أن تتشاركوا معنا أي من التحديات أو الحواجز؟ نستطيع أن نستعمل كلماتكم وذلك التعبير عن هذه التحديات نريد أن نتعرف عن هذه التحديات أن هذه partners, power imbalance, reports of safeguarding issue not dealt with effectively by duty bearers. نريد أن نتعرف هناك مشكلة الميزانية، وطبعا عدم توازن السلطات. بالنسبة للمدارس التي نعمل معها، الأطفال وموظفي المدارس، عملنا مع دائرة التعليم في كل المنطقة، وذلك هناك
هذا أدى إلى تغيير في البنية في الإطار أدى إلى إعطاء وظائف جديدة وهو وظيفة موظف حماية الأطفال هذا تم شرحه للأطفال وما هي الطرق التي يستطيع بها الأطفال أن يشاركوا هذا طبعا أدى إلى فتح العديد من الخطوط وقمنا بإنشاء آليات كيف يستطيع الطفل كل أولئك الذين يريدون المشاركة يستطيعوا أن يشاركوا في هذه الآلية كان لدينا تشكيات بخصوص الكتب لدينا موظف حماية داخل المدرسة بالنسبة للأطفال الذين لديهم إعاقة نقوم بفتح الطريق أمام كل للمشاركة وذلك من خلال بعض المقترحات التي يتم إعطائها خلال النقاشات طبعاً هذه تعتبر تحديات بالنسبة لنا نقوم بتطبيق هذا البرنامج لمدة 5 سنوات ولدينا نتائج إيجابية والبرنامج شامل جداً وذلك بعث ضوء الأمل وأصبح الأطفال أكثر حماية وأكثر رعاية كيف نستطيع أن نتغلب على هذه التحديات وكيف نستجيب لتلك المشاغل استراتيجيتنا كانت شاملة الطلاب يستطيعون أن يعبروا عن مشاغلهم بطريقة حرة نعلم الأطفال كيف يتعرفون على العديد من الاستغلال أو التحدي نحاول أن نتفادى أي إصابات بالنسبة للأطفال وذلك عن طريق الرعاية الطبية اللازمة هناك طبعا يتبع الأطفال آلية لديهم حضور في الفصول لدينا ما يزيد عن 4000 صف ما يزيد عن 82,000 من الأطفال يتمتعون بالتعليم والحماية طبعاً نركز على رفاهية الأطفال ورعايتهم ٩٨٪ منهم ١٨٦ طفل انسحبوا من النظام التعليمي بعض نتائجنا
كانت ألف وباء. نقوم بعمل جاد لفائدة المدارس، ونريد أن نوفر مناخا إيجابيا للأطفال. الكلمة لكم. أشكركم جدا على مشاركة استراتيجيتكم في سوريا، ونهنئكم على النتائج التي حققتموها وكيف اشتغل هذا المشروع بشكل إيجابي. وأشكركم جداً.